السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم لاباس؟ انا لاباس الحمد لله. زيد حتى هو لاباس عليه. المهم مرحبا بكم معايا فيديو جديد. غبرت عليكم هاد الايام، مابقى لا روتين لا شي حاجه صراحه، حيت انا عيانه شويه. داكشي علاش وغتسمى ماما كتعاود هي وزياد عاوتاني جبتها عندي، قلت لها جي لانني مريضه. كيف ما شفتوا يديا، انا عاود لكم قصه ديال يديا صراحه. دابا عاد رجعت بزاف الهضره ديال ماما وديال البنات هنا في اليوتيوب، كيقول لي حياتك على راسك، راكي باقي نفسها، راكي هادي. ولكن المهم الا كانت نفسكم حاره ما تقدروش تجلسوا، والله ما تقدروا تجلسوا. واخا يكون اللي كان، واخا تكون ماماك، واخا تكون اللي نفسو حاره وكيبغي يعيش في دارو بوحدو وكيبغي كل حاجه تبقى في بلاصتها، يعني شويه صعيبه. المهم انا ماشي جبتها في راسي، ولكن انما فاش ولدت، فاش يلا ولدت كانت بدات كضرني يديا. نهار شنو الثاني مع ثلاث ايام بدات كضرني يدي، كيضرني صبعي هنا في هذا العظم، هذا لا هنا هنا في هذا العظم، وكيضروني هاد العروق هادو كانوا تنفخوا ليا. المهم كان جاني رونديفو ديال الطبيبه، مشيت عندها باش هكا تشوفني وتسواني لي وداكشي. راه كنت صورت لكم ملي مشيت عندها، سولتها قلت لها يدي راه كضرني، قلت لها من نهار ولدت قلت لها بدات كضرني يدي، قلت لها ما عرفتش شنو هو السبب. قالت لي راه السيروم زعما ما كنا جيرينو في اليسريه، كنا دايرين في اليمنيه، بصح كنا دايرين في اليمنيه، داكشي داكشي اللي زعما قالت لي زعما راه ما يمكنش علاش هاد الضرك يدك. المهم قلت لها هاد العروقه وهذا، من بعد ما بقاش كيضروني هاد العروقه، تفشوا ليا هاد العظم، بقى كيعطيني الصداع صبعي، ولا كاين شان قلت لهم ولا كيدير طرق طرق. المهم هي كانت خرجت لي واحد الدواء، ولكن ملي جات للدار داكشي قالت لي ماما، قالت لي شوفي، قالت لي هذا راه العصبه اللي ملويه لك، غتكوني فاش كنتي كتولدي وداكشي كنتي كدفعي، اما كنتي كدفعي الفرمليه، اما كنتي كدفعي بيدك في داك الزحمه وداكشي، وتفكات لك تلوات لك العصبه. صافي ما خديتش داك الدواء الصراحه، بيني وبينك ما خديتوش، بقيت بحال هكاك نهار على نهار نهار على نهار، حتى وليت مابقاش كنقدر نهز زياد، مابقاش كنقدر نهز بيدي بحال هكا، اليد كنهزها وهادي اليد كتخوى بيا. صافي ولا صبعي كيدير طرق طرق، يعني فيما هذا كيرجع ليا هنا وكيعاود يرجع، ما عرفتش كيفاش نشرح ليكم، ولكن رشحت البنات في الانستغرام ولا كيدير ليا طرق طرق، يعني عرفت انها العصبه هي اللي ضراني. صافي عيطت لماما قلت لها راه اللي كاين واللي كاين جي عندي. كنت سولت البنات في الانستغرام على شي واحد اللي كيكوي او اللي كيمسد اليدين وداكشي، وكانوا بزاف منهم كانوا شكروا لي واحد السيد اللي سميتو الحاج إدار، راه كاين في حي الفرح. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني فين جا بالضبط، كاين في حي الفرح، غتسولوا اي واحد قولوا الحاج إدار غيديكم حتى لعندو. المهم بعدا فاش مشيت عندو البارح راه كان الدنيا مبلوكيه، يعني عنده واحد البلاصه فيها العيالات، بلاصه في الرجال كيدوز الرجال هما الاولين، ومراه شي ساعتين تقريبا، وانا شاده النوبه عاد دزت وداكشي. مهم قلت لكم صافي، ملي ضرتني يدي عيطت لماما قلت لها جي شدي لي زياد، اولا تجي حاجه باش تدي لي زياد، حيت خاصني نمشي نسد يديا ولا نكويها ولا نشوف شنو ندير لها. صافي مشيت عنده، طرطق لي هذا الصباح، هذا طرطقوا لي وكوا لي يديا، كوا لي بواحد القطيب، واحد القطيب صغير. المهم كوا لي يدي، حزمها لي، دار لي واحد الكرتون هنايا، وكان دار معايا بانني نرجع عنده نهار الخميس ان شاء الله، نرجع عنده باش هاك يشوفه واش رجعت ولا لا. كان سولني قال لي زعما شنو وقع لك وداكشي، قلت لي راه فاش يلا ولدت، قلت لي باش كتعطيني الصداع، ولكن هاد الايام ولات بزاف. قال لي يمكن مع فاش كنتي زعما فاش كنتي كتولدي ضربتيها، اولا في ديك الحال ملي كتكونوا كتولدوا يعني ما كتشعروش، كتقدروا تضربوا يديكم، تقدروا هذا، يعني ما غاديش تردوا البال. وبزاف منكم اللي قالوا في انستغرام، بزاف البنات اللي لقيتهم وقع لهم نفس المشكل، وقع لهم نفس المشكل فاش ولدوا، دازت واحد المده قليله ولات كضرهم يديهم. يعني بزاف 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 البنات اللي وقع لهم نفس المشكل اللي عندي انا. مهم دابا انا مشيت كما قلت لكم، مشيت كويتها وداكشي باش هكا نشوف واش غادي ترجع ولا لا. واخا هاد السيده راه كيشكروا بزاف، ما نقولش لكم كميه ديال الميساجات اللي جاوني في الانستغرام، كيقول لي الحاج إدار، الحاج إدار راه زعما يدو زوينه، وراه اللي مشى عنده
يعني كيصح اللي مفدو عنده الفداع او لا عنده بحال هكا العصبه ملويه ليه او شي حاجه. هذا مكان بالنسبه للناس اللي غيقول لي ما تكيستيش على راسك. شوفوا انا راه قلت لكم يعني نهار ثاني باقا نهار ثاني نهار ثالث نهار ثالث راه ما شقيتش زعما ما شقيتش وكنحس بهاد العروقه من الفوخين وداكشي، ولكن مع المده حيت ما ارتاحتش يديا يعني كنشقى كنصبل زياد وداكشي ما حويجات ما كنضربش في لاماشين حيت كيكونوا غير جوج بيازات ثلاثه كندوزهم بيديا كنجفف كندير المهم كندير الشغل ديال الدار كاملين يعني بحال ما ارتاحتش مزيان بحال ديك العصبه ما رجعتش عطيتهاش الراحه باش ترجع لبلاصتها. هاد الاواخر قلت لكم هي فاش بدات كضربني المهم مشيت درت شوف راه واخا انا ضراني يدي وسميت ولكن راه ما عنديش ما نديرها انتم راه يعني كنهز زيد وخاصني اخو خاوه قال لي خاصك تعطيها الراحه هاد الايام يعني حاولي شي واحد يجي عندك للدار ويبقى يشد لك ولدك وهذا ما تشقايش. هو الشقا حاليا ما كنشقاش ولكن زياد يعني راه ضروري خاصني نهزو نبدل ليه في الليل مع السهر وداك الشيء يبان لكم تعبون من الصباح في الدول الحمر باقا كنداوي ليه شويه باقا كنداوي ليه بوطو واخا هو طاح وداك الشيء المهم مره كنداوي ليه بوطو داكشي خايب لكم صباح حمرين. صافي هادشي اللي كاين البنات المهم قلت لكم غادي نخبر عليكم هاد الايام ما غاديش نبقى نحط لي فيديو نقدر نبقى نحط لي فيديو ولكن غير بحال هكا كنهضر معاكم اولا كنجاوبكم على شي حاجه اولا شي اما باش نبدا ندير روتينات وهذا ما غاديش نقدر حتى ان شاء الله تصح لي يديا. المهم انا غادي نرجع دون الخميس حيد لي الباندا وهذا وقال لي صافي راه مزيان ولات لاباس راه انا معاكم الا بقات بحال هكا راه ما عنديش كيفاش ندير. دابا راه ملي كنبغي نغسل شي حاجه خاصني ندير لها ليكا وخاصني ندير لها سكوتش باش هكا ما يدخلش ليها الماء. بغيت نجاوبكم على واحد السؤال اخر ما غاديش نعمم ما غاديش نقول كل شيء اخر فيديو قبل من هذا الفيديو هذا الفيديو اللي حطيت قبل من هذا الروتين اللي قبل من هذا لا فيديو اللي حاط بزاف منكم كنت قلت في لا فيديو قلت لهم بان ولدي راه ما كنعسوش حدايا راه ما كنعنيش بان ولدي ما كنعسوش معايا في الشومبر يعني ما كنعسوش معايا في بيتي راه ما كيعنيش انني ندير عليه بيتو بوحدو حيت ناضو بزاف بزاف البنات لهذا نقول لهم الله يهديكم. وهاد المره عرفوا يعني وزنوا هضرتكم خصوصا انا في هاد الوقيته هذه اللي انني نافسه و اي حاجه كتاثر فيا اي حاجه كتبكيني بهذا المعنى كنقول لكم زعما حاولوا توزنوا كلامكم لانني انا ما قصدتش بان ولدي كنعسو بيتو بوحدو وانا بوحدي. بزاف منكم اللي لقيت في الكومونتير كيقول لك وانت ما حنيناش وشد الشيء كديري ومنعس ولدك بوحدو وانت بوحدك وهذه ما عمرنا شفناها وانت ما حنيناش في ولدك. باش نقول لكم واحد القضيه ما كاينش شي وحده اللي غتكون حن حنينه في ولدك اكثر مني انا راه ماما انا مو ولدي يعني ما كاينش شي وحده اللي غتكون حن في اكثر مني انا. الا قلت لكم ولدي ما كنعسوش حدايا ما كنعسوش حدايا في الناموسيه لانه باقي صغير نقدر ندور الناس اللي على يديه ولا على رجليه ما عرفش داك الناس راه خو الموت ما داكشي علاش ما كنعسوش حدايا في الناموسيه. اما الكونه ديالو راه ملاصقه مع الناموسيه تاعي يعني وراك ما عارفين ملي كتكون تربيه راه ما كيجيكمش النعاس نهائيا كل ساعه كنفيق كنطلع ليه واش مخنوق واش هادي هادشي راه ما كاينش انا ما كنعسوش حدايا في الناموسيه راه ماشي راه ما حنيناش. المهم يمكن بزاف منكم اللي مشى بالهم انني دايره بيتو بوحدو ولا ما نعرف بغيت نقول لكم نتوما ما فهمتونيش اولا ما كملتوش لا فيديو انا حاطه غير في الكونه حدايا يعني حدايا في الناموسيه غير ما منعساش معايا في الناموسيه. واحد القضيه اخرى عاوتاني بالنسبه للناس اللي كينعسوا ولادهم زعما حداهم في الناموسيه راه غادي يولفوا راه غيولفوا يولفوا يشموا ريحتكم اولا غادي يولفوكم غادي توحلوا معاهم غادي يديروا واحد ما يبدا يكبر شويه بغوا تنعسوا زعما في ناموسيتو هذا غتوحلوا معاهم. لهذا يعني حاطه ناموسيتو حدايا يعني الكونه ديالو باقا ما دايرهاش لي ناموسي الصراحه دايره لي غير الكونه فين كينعس حدايا ملاصقه معايا ولكن ما كنعسوش معايا في ناموسي لانني كنخاف عليه اول حاجه لانه باقي صغير كنخاف انني ندور عليه ولا شي حاجه. ثاني حاجه يعني من الاحسن يولف بلاصتو يولف انا وكينعس بوحدو مش هكا يتعود لا
لان غدا ولا بعد غدا راه ما غاديش ما غيكونش مولف وغادي واجف كريمه وحالتي. مهم انا ما كان عممش بين قوسين من الناس اللي قالوا هاد الهضره، وصراحه ما نقولش ما اثرتش فيا، ولكن المهم يمكن انا في هاد المرحله ديال النفاس وهذا يعني ما عجبنيش الحال، لانني انا هضرت في جهه وانتم فهمتوها في جهه اخرى. حاولوا تفهموا اشنو كنقول انا، عاد ديك الساعه هضروا، ما تجيوش تبداو تجرحوا بنادم وتبدا تقول لي لا انت ما حني انت ما حنيناش وش التربيه وانت منعسه ولدك في قنت وانت في قنت. ما قلت لكمش انا اللي منعسه ولدي في بيتو بوحدو وباقا ما دايرهش اصلا بيتو بوحدو. انا منعسه معايا في الشومبر كما قلت لكم، ومنعسه معايا زعما حاطه حدايا الكونه ديالو، قصدت انني كنعسو في الكونه ديالو ماشي كنعسو في بيتو بوحدو، غير بين قوسين غير بغيت نوضح هادشي وصافي. والله يهديكم الله يهديكم، حاولوا توزنوا، حاولوا تشوفوا من حال هاد السيده او لا، المهم اي واحد محطوط اي واحد بحالي انا في هاد المرحله هذه، يعني حاولوا تشوفوا من حاله، لانه راه كيكون نفسيا راه ما نفسيا باقي ما باقي كيفاش نقول لكم، باقا نفسها باقا يعني باقا 40 يوم باقا ما كملتهاش، ونبقى نسمع بحال هاد لي كومونتير هادو راه شويه صعيبه. المهم ما غاديش نقول كل شيء، لان بزاف الناس فهموني، وكاين اللي كيقول لك بصح من الاحسن تولفي بلاصه وهذا، وكاين بعض الناس اللي الله يهديهم ما فهموش كيبداو يهضروا شي هضره خاويه. الله يهدي المخلوق وصافي. المهم باش نطول عليكم هاد لا فيديو، غير جيت باش نقول لكم انني الا غبرت عليكم عرفوني انني غير مع اليديا، طلبوا لي الشفاء باش هكا نرجع لكم، وحتى الزيت حتى واحد ما كاينش اللي غادي يهزو ليا، ما كاينش اللي غادي يبدل ليا، ما كاينش اللي غادي زعما يقوم به. دعوا معايا بالشفاء ان شاء الله، وصافي بغيت نجاوب غير هاد الناس هادو اللي بعض المرات كيكتبوا شي كومونتير بلا ما واش ما كيشعروش، ولا كيقصدوا انهم يقولوا هذا الشيء، اولا كيكتبوها بلا ما يقصدوا، ما فهمتش. الله يهدي ما خلق وصافي، والله مش نبقى داوي بزاف، مي هادشي اللي كاين. المهم غادي نخليكم دابا، نصيحتي انكم تهلاو فروسكم بزاف خصوصا البنات اللي يعني اللي غادي يكونوا نافسات وهذا، تهلاو فروسكم بزاف وما تكيسوا على روسكم. انا الصراحه ما تكيسش على راسي، لانني ما لقيتش عمل العوال، ما لقيتش ما عرفتش كيفاش غنقول لكم. الحمد لله العائله كلها كاينه، ولكن شي حد اللي غتعول عليه انه بحالك انت راه ما عمرك غتلقاه، راه هادي حاجه باينه ما عمرك غتلقاه بحال. وانا بغيت نقول لكم تكيسوا على روسكم وتهلاو فروسكم، حاولوا تعطوا الراحه لراسكم. انا صراحه ما عطيتش الراحه لراسي، ما نكذبش عليكم نقول لكم لا ملي خرجت وانا برك واحد السيمانه ولا برك واحد 10 ايام ما كنوضش كتجيني ماكلتش بلاصتي هذه. الحمد لله ماما مهليه فيا، كانت كطيب ليا، كانت كدير لي كلشي، غير انا بحال دابا كوزينتي كنوض كان دابا هاد الحاجه كانت محطوطه هنا، خاصها تبقى محطوطه هنا فهمتوا. ولا جاتكم شي حد ما غاديش ما غايديرش داكشي اللي مالفين كديروا نتوما، واللي نفسه حاره نفسه خايفه بحالي انا ما غاديش تعطي راسو، ما تعطيش نفسه انه يجلس ويشوف داك الحاجه بحال هكاك وصافي. المهم اللي بغيت نقول لكم ديروا عين شافت وعين ما شافتش، باش هكا تبقاو بصحتكم. تهلاو ليا فراسكم وحتى الفيديو الجديد ان شاء الله، دعواتكم ليا، باي باي.